ده رمز البطارية طبعا، 9 فولت موجب وسالب. هنا عندنا الثيرمستور ده يا جماعة، اللي هو مقاومة بتتغير قيمتها مع درجة الحرارة، مع تغير درجة الحرارة. تحتيها هيبقى في مقاومة تاني، مقاومة متغيرة لمعايرة الجهاز. يعني احنا عايزين الجهاز يشتغل على درجة حرارة كام، بناخد القيمة اللي بتطلع بتدخل من خلال المقاومة 10 كيلو على المكثف ده. المكثف ده بيعمل استابيليتي للدايرة، بمعنى اني مش عايز ان مثلا عديت عود كبريت من قدام الجهاز الانذار يشتغل، او تأخير شوية للاوردر. احنا في حرارة والجهاز شغال، يبقى مش عايزه يفصل عشان اي هواء عدى عليه. والعكس، لو هو فاصل مش عايز عديت بشمعة او حرارة تعدي عليه يشتغل بسرعة. التيار هيدخل هنا على المكثف، هيشحنه ببطء، لان احنا هنا حاطين مقاومة 10 كيلو. لو مش حاطين المقاومة يبقى المكثف ملوش لازمة، هياخد فولت التأثير التجزئة هنا وهيتشحن بسرعة، وبالتالي هيدي الاوردر بسرعة. خلاص، يبقى المقاومة زائد المكثف يدونا ديلي للوقت. تمام، هنا المقاومة دي مقاومة لازم بنحطها على البيز بتاع الترانزستور. طبعا احنا عارفين هنا ترانزستور ان بي ان، كوليكتور، اميتر، ودي البيز. البيز لازم نحط عليها مقاومة لما تكون جاية من تيار مباشرة. تمام، هنا في مقاومة عشان نحد من التيار اللي هيدخل على البيز بتاعة الترانزستور التاني، فهي كأنها محطوطة هنا، فدي حماية للترانزستور ده مش لده. الترانزستور ده هياخد التيار بعد ما ياخد الاوردر من الفولت اللي هيدخله من هنا، والتيار اللي هيدخله من هنا هيسحب تيار ويعديه على التاني. الترانزستور ده بقى هيشغل ريلي. الريلي ده ليه؟ احنا ممكن نشغل سماعة صغيرة على الترانزستور مباشرة، ولكن الريلي انا حاطه عشان ممكن بدل ما ناخد من هنا 9 فولت كده نورمالي اوبن، وهنا هيحصل كلوز ويشغل مثلا ليد، او يشغل سماعة صغيرة او بازر صغير. احنا ممكن نخليه يشغل حاجة 220 فولت، ممكن يشغل محبس مية او رشاش مية يطفي لا قدر الله لو في حريق. فانا عامل الريلي ده عشان نقدر نشغل عليه اي لود بعد كده. تمام، طيب ترانزستور لما هيشتغل هيعدي تيار في الريلي زي ما احنا عارفين، ده الملف بتاع الريلي، وبالتالي الريلي يقفل الدايرة ويشغل اي حمل احنا حاطينه او اي لود احنا حاطينه. تمام، طبعا احنا هنا هنظبط الجهاز في الاول. احنا درجة الحرارة، اقصى درجة حرارة ممكن يوصل لها المطبخ او اي مكان عندنا، مثلا هنفترض انه 50، هنشغل كده نعمل سيميوليشن. تمام كده الجهاز شغال، بس لسه مفيش، مش حاسس بفاير، وبالتالي الليد ما اشتغلش. طيب هنظبط ازاي؟ احنا هنظبط هنا درجة حرارة ثرمستور على درجة حرارة، اقصى درجة حرارة ممكن يوصل لها اللي هي 50 درجة. زي ما انتوا شايفين هنا دي الدرجة سليزيوس، هنظبط كده ونعلي نعلي لغاية 50. تمام، انا عايز الجهاز بعد 50 يشتغل. خلاص انا ظبطت ده، بعمل سيميوليشن لدرجة حرارة الجو اللي احنا موجودين فيه، وهاجي من تحت من هنا وهبتدي اعاير انه عايزه يشتغل بعد درجة الحرارة دي يا جماعة. كده تمام اشتغل، نقلل شوية كمان. دي معايرة يا جماعة هنعملها في العملي. لما نيجي نصمم الدايرة لازم نظبط الكلام ده. تمام كده، طيب نشوف بقى هنا لو قللنا درجة الحرارة الجهاز هيفصل ولا لأ. كده 47، استنى شوية. طيب الجهاز كده ما فصلش، يبقى المفروض بقى احنا هنظبط من هنا ان لازم كده ابتدى الجهاز هيفصل. يا جماعة كده الجهاز ابتدى يفصل، بس طبعا تمام فصل. يبقى احنا كده عملنا معايرة مظبوطة، 47 درجة الجهاز فصل. نرفعها تاني ل50 ونشوف. 53 اشتغل. تمام، طيب الديلي اللي احنا عملناه بسبب المكثف ده يظهر معانا ازاي دلوقتي؟ نفترض احنا درجة الحرارة مثلا قربت على 60، ونزلت فجأة كده بسبب رياح او اي حاجة، نزلت مثلا
41 وراح طلع التاني. شايفين يا جماعة الجهاز ما فصلش، تمام؟ ده ميزة الديلي او الديلي تايم بيبقى في كده. طيب الجهاز نفترض مثلا انه فاصل، درجة حرارة 15، الجهاز فاصل تمام. طيب عدينا من قدامه بحاجة سخنة ماشي اهو 56 ونزل التاني، الجهاز مشتغلش برضو يا جماعة. اهو 35 نطلع 56 وننزل تاني، ما حصلش حاجة، الجهاز ما اشتغلش. يبقى انا لو عديت من قدامه بشمعة، عديت بأي حاجة سخنة، مش هيشتغل. لازم نستمر جنب الجهاز لمدة مثلا 5 ثواني نجرب كده، او 10 ثواني نجرب كده. اهو مثلا 60، شوف كده هيشتغل بعد قد ايه. اهو اشتغل بعد 3 ثواني او 5 ثواني، تمام. دايرة سهلة جدا، ودي اسهل دايرة وابسط دايرة للفاير الارم. ان شاء الله تكونوا فهمتوها، والحلقة الجاية بإذن الله هنشتغل على البريد بورد عملي، ونشوف الانذار هيشتغل ازاي لما نقرب له الحرارة. زي ما قلنا الفيديو الاول عملنا الدايرة وصممناها على برنامج السيركت ويزارد، النهاردة هنعمل الدايرة على البريد بورد عملي. الثرمستور يا جماعة اللي هو ده، عشان بس نمشي خطوة خطوة، اللي هو القطعة دي قيمتها في درجة حرارة الغرفة 10 كيلو، كل ما بتزيد درجة الحرارة عليها القيمة بتاعتها بتقل. المقاومة المتغيرة اللي هنعاير بيها اللي هي القطعة دي، في منها أشكال كتير بس احنا اخترنا الشكل ده عشان شكله صغير وحجمه صغير. هندخل هنا الفولت اللي هيطلع من المقاومتين او من ثرمستور والمقاومة المتغيرة، هيدخل من خلال المقاومة 10 كيلو اللي هي دي، هيدخل على المكثف 1000 مايكرو فاراد، واي فولت ممكن 16 فولت 25 فولت مش هتفرق، اللي هو القطعة دي، ده المكثف. بعد كده الفولت اللي هيطلع او التيار اللي هيطلع من المكثف هيدخل من خلال مقاومة 1 كيلو، هي دي 750 او 1 كيلو مش هتفرق يعني. 1 كيلو على ترانزستور ان بي ان، ممكن 547 546 548 هيشتغل معانا، اللي هما القطعتين دول، 2 ترانزستور اللي هو ده وده. المقاومة اللي هتتوصل على الكوليكتور بتاع الترانزستور 1 كيلو اوم اللي هي دي برضو، يبقى عندنا 2، انا جايبها 750 اللي موجود عندي مش هتفرق. بعد كده الريلي اللي هي القطعة دي 6 فولت، عشان كده انا هشغل الدايرة عندي على 6 فولت، بس احنا هنا كاتبينها 9، ممكن نخليها 6 عشان يبقى الكلام مظبوط. وريلي 6 فولت، تمام. الريلي ممكن نوصله بالستة فولت لو هنشغل ليد، او لو هنشغل اي جهاز 220 يبقى هنوصله بدل بال9 فولت هنا، هنوصله هنا بال220 فولت تيار متردد لو هنشغل انذار او رشاش ميه او اي حاجه. المقاومه بتاعت الليد 100 كيلو 100 اوم سوري، اللي هي القطعه دي. هنا في دايود حمايه للدايره من الفولت اللي هيطلع من تفريغ الملف بتاع الريلي، الدايود الحمايه. طيب هنوصل الدايره دلوقتي خطوه خطوه كده معانا. اول حاجه هنبدا بالثرمستور او القطعه موصله بالموجب وبالمقاومه المتغيره. هو يا جماعه شكله 103، يعني 10 كيلو. نبدأ هنا بالموجب زي ما اتعلمنا كده، موجب، والفردة التانية هنا موصلة بالمقاومة المتغيرة، والمقاومة المتغيرة موصلة بالأرضي. هنوصل الطرف ده بالثرمستور زي ما موصل هنا، والطرف التاني نوصله بالأرضي. نوصل كده، احنا لاغيين الرجل دي، شغالين على 2 بس، دي موصلة بالثرمستور والتانية نوصلها بالأرضي. نجيب جامبر توصل بالأرض كده، الأسود كده، وزي ما احنا عارفين الصف ده كله واحد، يبقى نوصل هنا كده. يبقى من الموجب للمقاومة المتغيرة، ومن المقاومة المتغيرة
للسالب او الخط الاسود. تمام، هناخد الطرفين المشترك ما بين الثرمستور والمقاومة المتغيرة. مقاومة 10 كيلو هتروح للمكثف، مقاومة 10 كيلو اهي يا جماعة هتروح من الخط المشترك ما بين الاتنين على المكثف. نحطها في حتة هنا بعيد كده، صف بعيد عشان المكثف. الطرف ده اللي هو ده هيبقى بموجب المكثف وسالب المكثف مع الأرضي. طيب نجيب المكثف، أدي السالب الموجب بالمقاومة 10 كيلو والسالب بالأرضي. أدي السالب الأرضي والموجب مع المقاومة أهلا. تمام كده يبقى احنا وصلنا لغاية هنا كده. الموجب المكثف والمقاومة 10 كيلو موصل معاها مقاومة 1 كيلو بالبيز بتاع الترانزستور الأول. أدي الترانزستور، البيز بتاعت الترانزستور هتاخد من المقاومة ومن موجب المكثف. موجب المكثف أهو، ونوصل البيز بتاعت الترانزستور في النص. تمام، الكوليكتور هيتوصل بمقاومة 1 كيلو مع موجب 6 فولت. دي اللي هي 750 عندنا، أو 1 كيلو مش هتفرق، موصلة بإيه؟ بالموجب. طيب نخلي الترانزستور اللي قدام شوية كده عشان نحط المقاومة وراه بالموجب. مقاومة 1 كيلو أو 750 بالموجب، وموصلة مع كوليكتور الترانزستور. طيب الإميتر موصل بالبيز بتاع الترانزستور التاني. هذا الترانزستور التاني، الإميتر موصل بالبيز بتاع الترانزستور التاني. الإميتر أهو بالبيز الترانزستور التاني اهو يا جماعة. الإميتر اللي هي رقم 3 موصلة برقم 2 اللي هي البيز بتاع الترانزستور التاني. طيب الإميتر بتاع الترانزستور التاني موصل بالأرضي. الإميتر الترانزستور التاني موصل بالأرضي اهو يا جماعة. الكوليكتور موصل بالريلي. طيب الريلي طبعا هنحطه هنا في مكان بعيد شوية كده عشان نعرف نوصله بالشكل ده. ثبتنا الريلي، عايزين الكوليكتور بتاع الترانزستور التاني موصل برجل من الملف بتاع الريلي. كوليكتور برجل، الصف ده رجل، الصف ده رجل. تمام، الرجل التانية بالموجب، الرجل التانية بالموجب. تمام، عايزين الرجل اللي في النص بتاعت الكونكتور بتاع الريلي هنوصلها بال6 فولت يعني بالموجب برضو. تمام، يبقى كده احنا وصلنا 6 فولت بالكونكتور ده، وفي حالة التشغيل هيتنقل من نورمال اوبن للكلوز ويدي المقاومة والليد. ادي المقاومة، ادي المقاومة تبقى واخدة سالب كده ماشي، وادي الليد الموجب بتاعه واخد من الرجل النورمالي اوبن وده نورمال كلوز. نورمال اوبن هنا نوصلها كده، ونجيب جامبر تاني هناخد من المقاومة لليد اهو.
طبعا انا هنا حطيت الليد للتسهيل، بس حطيت الليد من تحت، حطيت سوري المقاومة من تحت مع السلم، يعني اهو السلم وبعدين الليد وموجب الليد مع البن بتاع الريلي، فتتحط هنا او تتحط هنا مش مشكلة، بس انا للتسهيل. طيب عندنا الدايود بتاع الحماية يتحط مع موجب الريلي هنا بشكل عكس كده مع الموجب ده للحماية. طيب احنا نسينا هنا المقاومة، المقاومة اللي رايحة البيست صح كده، هنحوش الجامبر ده، هناخد من المكثف مقاومة 1 كيلو للبيز، من المكثف اللي هو هنا اهو مقاومة 1 كيلو للبيز بتاع الترانزستور. تمام، عايزين نجرب دلوقتي يا جماعة كده. عندنا المكوة انا سايبها سخنة، ادي الموجب وادي السالب. تمام، نشغل الباور، الباور كده على 6 فولت، نجرب دلوقتي درجة حرارة الهواء زي ما قلنا في حدود 60 درجة اللي حوالين المكوة. تمام، اشتغل يا جماعة اهو كده، انا بحوش المكوة، هيبقى فيه مثلا في حدود 10 ثواني بسبب المكثف بيفرغ دلوقتي الشحنة اللي فيه والفولت بينزل. لو مفيش مكثف كنت بمجرد محوش المكوة الدايرة تفصل على طول، او الثرمستور بارد، بس طبعا دي الشحنة اللي موجودة في المكثف. شايفين يا جماعة الاتزان بتاع الجهاز. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعمل الدايرة على البي سي بي، وهنشوف ازاي بنطبع البي سي بي وازاي بنحمضها وكل حاجة عن البي سي بي ان شاء الله. معاكم النهاردة الفيديو الثالث، دايرة انذار الحريق. انا رسمتها وجهزتها على البتوزرد كده جاهزة للطباعة وعمل البي سي بي. رجعنا لكم اصدقائي بعد ما طبعنا البوردة زي ما انتم شايفين كده، طبعناها على ورق كوشيه او ورق مجلات اللي هو الورق اللميع كده، ودي البوردة النحاس بعد ما قصناها على مقاس البوردة بتاعتنا، دي بعد ما اتصنفرت طبعا، شوف كان شكلها كده، دي الأكسدة اللي عليها. كده هنعوز مكوة عشان نسخن عليها والحبر يطلع في البوردة النحاس. كده خلاص يا جماعة خلصنا مكوة، المكوة في حدود 5 دقايق على درجة حرارة فوق المتوسطة بشوية، خلصنا المكوة وبردت، ننزلها في المية كده. دلوقتي يا جماعة هنشيل خلاص المية كده، البوردة بتاعتنا نطفت، هنجيب المحلول اللي حضرناه المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت طبعا أنا كنت محتفظ بيه في إزازة مقفولة، هننزل فيه البوردة، ننتظر في حدود من نص ساعة لساعة، وممكن نزود هيدروجين بيروكسايد على حسب سرعة التفاعل. كده البوردة خلصت زي ما احنا شايفين، كل التركات ظهرت، اتشال من عليها النحاس،
غسيل البورد يا جماعة بالمية كده ونضفناها من الحمض، هنحط عليها أسيتون وننضف الحبر اللي موجود عليها. ده يا جماعة الشكل النهائي كده للبوردة، كده البوردة جاهزة على التخريم والتلحيم القطع الإلكترونية. هخرم عشان وقت الفيديو ونرجع مع بعض تاني. زي ما حضراتكم شايفين ماشيين مع بعض خطوة خطوة كده، خلصنا مرحلة التثقيب وباقي بس تركيب القطع الإلكترونية واللحامات. اهو يا جماعة دي بنطة 1 ملي، تمام، نركب القطعة وهلحمها ويبقى باقي بس نشوفها بعد ما تخلص ونجرب. انتظروا بكده تكون خلصت البوردة بتاعت النهاردة، تلحيم وتركيب القطع كاملة. ده الطرفين الباور موجب وسالب، ده السنسور بتاعنا او ثرمستور، ودي المقاومة اللي هنعاير منها، انا مخليها على اعلى حساسية، وده السماعة بتاعتنا بتاعت الانذار او البزر. وادي شكل البوردة من تحت، وبكده نبقى قدرنا نعمل بوردة احترافية في البيت من الالف للياء. طيب نجربها دلوقتي بالباور كده ونشوف. سخن طبعا زي ما قلنا احنا عاملين المكثف عشان ما يبقاش فيه ذبذبة في تشغيل الجهاز. انا هشيل بس عشان الصوت. زي ما شفنا ما كملناش 5 ثواني بالظبط تسخين الجهاز اشتغل. ده بيتحط فوق او قريب من الاماكن اللي فيها حاجة مشتعلة عشان يدينا انذار لو درجة الحرارة زادت عن اللي احنا هنظبطها عليه. كده نكون خلصنا جهاز انذار الحريق من الالف للياء. اتمنى تقدروا تنفذوا حاجات زي كده بنفسكم. اللي ما اشتركش في القناة ياريت، او بيشوفنا لاول مرة ياريت يشترك وادعمونا بلايك، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.